السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. اليوم إن شاء الله غنجيب معكم لي بات بالخضر، كتجي رائعة وكتعجب كذلك الأطفال. غنشوفوا أشنو عندي هنايا. عندي هنايا الخيزو أو الجزر، عندي هنايا كورجيت اللي كنحكوها ونحاولوا ما أمكن ما نحكوش هذا القلب ديالها، لأن ملي كنبداو نشحروها كتميه لينا. هانتوما كيشتو كنحكو غير داك الفوقاني ديالها باش كتجي مزيانة. وعندي هنايا واحد فص ديال الثوم محكوك. غناخد هاد العناصر هادو، هي الاولى غنديرها هنا في المقلات باش نشحرها. ماشي مشكل، يمكن لينا نشحروها كامله مره واحده، غير هي هنا ما غنديروش الملح. الا درنا الملح مع هاد الخضر كتلق لينا الماء وكتاخذ لينا الوقت بزاف وما كتجيناش كذلك زوينه. هانتوما هنا انا غندير ليها واحد تقريبا جوج معالق ديال زيت الزيتون فقط باش غنشحروها. من بعد ما غنشحرها غنشوفوا البقيه ان شاء الله. صافي البنات، دابا اضطريت نحيد الصوت وغنكمل الصوت التسجيل. صافي هنايا اخديت الماء طايب درته في واحد الطنجره وغندير فيه سباكيتي. هنا سباكيتي ما غنديرش فيها الزيت وكذلك ما كنديرش فيها الملح في الاول، لان هاد السباكيتي هذه اللي عندي ديال الدقيق القمح، ملي كتكون هذيك ديال الدقيق الابيض كيكون اللون ديالها مغير على هذيك، يكون شويه مفتوح. هذيك ضروري ديروا شويه الزيت ولو معلقه باش ما كتلصقش ليكم. هذه ديال القمح لا مزيانه، يعني ما كتكون مزيانه. هنا درت الخضره كيف شفتوا، درتها في الجهه الاخرى كتشحر. ما غنديرش فيها الربيع دابا، كنخليه هو اخر حاجه. صافي من الاحسن ان الخضره تكون البوطه مجهده عليها باش ما كتلقش لينا داك الماء ديالها، وفي نفس الوقت كتبقى مزيانه كيف شفتوا دايراها. انا حكاها طويله كتبقى مزيانه. هنا انا عندي تقريبا واحد المعلقه كبيره حتى لجوج معالق ديال الزبده، الزبده بلديه. الا عندكم الزبده ديال العبار حتى هي زوينه، غير ما تستعملوش هنا ديك الزبده ديال البواطه لان كتعطي واحد المذاق رائع بالنسبه للي بات. صافي هنا هذا الشيء اللي كتشوفوا عندي. عندي هنايا كيف قلت لكم قزبر ومعدنوس قطعته، ما كنبغيش نطيبه كنديرو حتى الاخير. عندي صوص طوماط، هذه غير حكيتها هكا شويه غليظه في الحكاكه ديال الخيزو كذلك، ماشي ديك اللي مطحونه اللي سبق لي وحضرت معكم. صافي عندي كذلك فرماج، عندي فرماج هنا احمر، وعندي كذلك فرماج اللي سبق لي وحضرت معكم من السماء. من الاحسن ان داك الفرماج اللي كتنسمو عرفتي ملي كديروا فهاد لي بات هادي ومع هاد الخضر بصراحه كتجي رائعه. هنايا صافي غنبدا نحرك في هاد لي بات هادو او المعجنات. هانتوما كيف كتشوفوا، هانتوما ملصقوا ما والو، شفتوهم؟ يعني مره كنحركوهم. دابا من بعد ما بداو كيهبطوا من الاحسن انكم ما تغطيوش عليهم، لان ملي كنغطيو عليهم كيتفاد لينا الطنجره، وهكا شويه صعيبه على بالنسبه للبوطه الغاز وداكشي. صافي هنا غنحول هاد الطنجره هذه للجهه الاخرى باش تشوفوا معايا الخضره كيفاش غنبدا نشحرها. هنايا انتوما هنا الخضره راه درت ليها غير زيت الزيتون فقط، ما غنديرش فيها حتى لا توابل لا حتى شي حاجه، غنخدمها عاديه هكا. غدرت فيها واحد الفص ديال الثومه اللي شفتو في الاول فقط، ما كنديروش فيها الملح كذلك كيف قلت لكم. هانتوما كيف كتشوفوا، رغم ذلك راه طلقت واحد شويه ديال الماء. كيف كنعرفوا القرعه ضروري ما كتطلق الماء ديالها ملي كتبدا تطيب. صافي كنبقاوها كنحركوها ونخليوها تشحر. البوطه ضروري كيف قلت لكم تكون مجهده، وفي نفس الوقت ملي نبغيو نحركوها بطريقه مزيانه، من نحاولوا باش تبقى لينا ديك القرعه هكاك محكوكه طويله هي والجزر. الطريقه هذه زوينه والتحايل على الاطفال اللي ما كيبغيوش الخضار، خاصه هكا بالنسبه للجزر وهاد القرعه هذه. الاغلبيه ديال الاطفال ما كيبغيوش ياكلوهم، لكن صدقوني ملي غتجربوها بهذه الطريقه اللي قلت لكم غتعجبهم ان شاء الله. صافي غنخلي هنا القرعه تشحر عندي مزيان وغتشوفوها ان شاء الله من بعد ما كتشحر وكتنشف من الماء ديالها.
انا بصراحه كنفضل انني تكون عندي المعلقه ديال الخشب باش كنحرك الخضار هكا ولا المقله، غير هنا مهم ما عنديش في هذا الوقت هادو، يعني مهم خسروا ليا، باقي ما خرجتش نشريهم. كيعجبني انا دوك المعالق اللي كيكونوا ديال العود ديال الليمون، كيكونوا زوينين ما كيخسروش، وكذلك ما كيكونش فيهم واحد المذاق ديال المروره، بحال واحد النوع اخر ديال العود، هذوك كيكونوا شويه صعاب. وفي نفس الوقت ما كيعجبنيش نحرك السخون بالمعلق، دوك السباتي ديال السباتيل ديال البلاستيك، يعني بزاف الناس ولاو كيستعملوهم هكا في السخون، وهما رغم انهم كيقولوا لك راه مزيانين السخون استعملوهم، ولكن هما راه ماشي صحيين، من الاحسن انكم تجنبوهم. لهذا انا اضطريت انني نستعمل غير هذه المعلقه ديال الحديد، لكن كيف كتلاحظوا معايا كنحاول انها من نخليهاش توصل لهذه المقله بزاف، يعني كنحاول هانتوما نحرك غير شويه هكا من الفوق. شفتوا كيفاش كندير ليها، لان حتى هي ما زويناش الحديد يتحكم مع الحديد. صافي هانتوما كيف كتشوفوا الخضره عندي كيفاش بدات كطيح، يعني ما بقاتش ديك كيف كبان لكم في الكميه في الاول ديال القرعه وديال الجزر، يعني ما بقاتش، يعني راه كتنقص. صافي هنايا الخضره عندي تشحرات، وهانتوما كيف كتشوفوا لي باتاي طابت تقريبا. عادش كنضيف ليها الملح دابا في هاد الغليات الاخرين قبل ما نصفيها. صافي كذلك الملح غنضيفها للخضره حتى الاخير باش ما كتلقش ليا كيف قلت لكم داك الماء. صافي كنعاود نشحرها واحد شويه حتى كيدخل فيها هذاك الملح كينسجم مع هاد الخضر هذه. دائما نصيحه الا بغيتوا الخضره تبقى شاده لكم الشكل ديالها وما تطلقش لكم الماء بزاف وكتجي بحال معجنه، هذه في الطريقه دائما كنقولها لكم، حتى الا بغيتوا تستعملوا المسمن ولا شي حاجه معمره. هنايا غناخذ واحد شويه ديال الزبده اللي غنستعمل مع الخضره، تقريبا واحد راس ديال المعلقه، ما غنستعملش بزاف لان هاد الخضره هذه كيف شفتوا في الاول شحرتها بزيت الزيتون. هانتوما الا لاحظتوا هنا راه ما ضفتش التوابل بصفه نهائيه، ما حتى في صوص طوماط اللي درت واحد شويه الزعفران عرق فقط، وشحرتها بشويه زيت زيتون حتى هي وشويه ديال الثومه. صافي كنحيد هذا دابا من فوق النار، غادي نجيب لي بات باش تشوفوها معايا، نقربها عند الكاميرا. تقريبا نراها طابت، بقات لها غير هاد الغليات هاد الاخرين. صافي ها هي، هانتوما شوفوها معايا، يعني حتى الماء اللي فيها ما بقاش فيها كثير. غادي ناخذها ونصفيها ونرجعوا ان شاء الله نشوفوا اشنو غندير فيها. كذلك هانتوما شوفوا كيفاش طابت، يعني تقريبا هاد لي بات هادي يعني كيف كنعرفوا الجميع كتوجد بسرعه، وبالنسبه للخضره بالنسبه لهاد الاشياء كلها كيمكن لكم انكم توجدوها بسرعه، يعني ديروا لي بات كطيب وانتم يا كتوجدوا في الخيزو في نفس الوقت الجزار، عفوا الجزار او الخيزو كيف كنقولوا حنا عندنا بالدارجه المغربيه، وتحكوهم وهذيك الساعه ديرهم كيتشحروا وانتم كتوجدوا في لي بات، يعني راه كيطيبوا مع بعضياتهم بسرعه. دابا غندير هذيك البقيه ديال الزبده اللي باقا عندي، شحال ما كان عندكم يمكن لكم ديروا غير معلقه كبيره يمكن لكم، لكن من الاحسن انكم تستعملوا يا اما الزبده بلديه يا اما الزبده ديال العبار، ما تستعملوش الزبده ديال البواطه لان ما كتكونش فيها واحد المذاق بحال كيف ما الزبده بلديه ولا كيف قلت لكم ديال العبار، يعني كتعطي لهاد لي بات هذه واحد المذاق رائع. انتم شفتوا هنايا كباقا مشعله عليها النار رغم انني صفيتها من الماء باش تبقى شاده شويه ديال السخون، لان كتعرفوا غدا نبغي ندير فيها كيف تشوفوا معايا الفرماج وهذا.
صافي. دابا غدا ناخد هاد الخضره هادي ونضيفها ليها. لواحد الفكره، بعد الاوقات كناخد هاد الخضره هادي اللي كنشحر وكتكون الطنجره ديال لي بات باقي فيها الماء، وكنضيف عليها هاد الخضره هادي باش كتنسجم اكثر من هكا. هادي في حاله الا ما بغيتوش هذيك الخضره تكون باينه بزاف. وهذاك اللون ديال الجزر سبحان الله ملي كديروه مع الماء عرفتي كيعطي واحد اللون رائع في لي بات. صافي هنايا انا غناخد معلقه واحده كبيره ديال صوص طوماط ولا جوج، لان عندي الاطفال ماشي كلهم كيبغيوها ليا، يعني كندير معلقه ولا جوج باش ما كتجيش باينه بزاف. لكن عندي واحد البنيه ما شاء الله عليها عزيزه عليها، صافي غدا نخلط هاد العناصر هادي كامله حتى تنسجم مع بعضياتها. هانتوما هكا غير كتحاولوا، انا ضروري ديروا عفوا ضروري ديروا هاد الفورشيط هادي باش كتحركوا بها باش ما كتهرسوش هذيك سباكيتي كتبقى على الطول ديالها. ما ديروش معلقه عاديه ولا كيف لاحظتوا انا ما درتش المعلقه اللي كنت كنشحر بها، يعني درت هذه اللي على شكل فورشيط، او كتاخذوها وتخليوها في الطنجره وتضيفوا ليها هاد العناصر كامله وديروا عليها واحد الغطاء ديال الطنجره ولا طبسيل وتحركوها هكا تبقاو تقلبوها باش في نفس الوقت كتبقى شاده ديك الحراره ديالها وسخونه، وفي نفس الوقت كتنسجم لكم العناصر كامله. صافي انا غنحركها هكا غير شويه غتنسجم ليا هاد العناصر كامله ونشوفوا ان شاء الله كيفاش غدا نقدموها. انا بصراحه دائما كنديرها يعني كنوضع لكل واحد والطبسيل ديالو، لكن اليوم ان شاء الله غنحطها في واحد الطبسيل كبير اللي غتكون جماعيه وكل واحد ياخذ القياس اللي بغا. هانتوما هذا هو الاناء اللي غنوضع فيه انا دابا لي بات، هانتوما غادا تشوفوا كنوضع واحد الكميه اللي كتكون في الوسط ديال الصحن. كنفضل نستعمل هذا باش كنقدر نتحكم في الكميه اللي غدا نحط، كنعرفوا انا سباكيتي يعني كلها خيوطه هكا. صافي هانتوما هنا غناخذ الفرماج اللي عندي اللي انني خلطته، كيف قلت لكم فرماج حمر والفرماج اللي سبق ليا وجدته معكم من السم، كندير واحد الكميه في الوسط ومن بعد كنوضع عليها باقي الكميه ديال لي بات اللي عندي. من الاحسن هكا ملي كنخلطوا الفرماج مع السباكيتي كامله في الطنجره ما كتجيناش مزيانه، يعني كتجينا تصعيب اننا نهزوا داكشي كتولي داك الفرماج دايب فيها كامل. لكن هاد الطريقه هذه كتكون زوينه ملي كتوضعوا الفرماج كتفرشوا هكا وتوضعوا فوق منه الباقي ديال لي بات كتجي احسن، حتى في الطريقه ديال الهزه ديالها والماكله كتجي مزيانه. صافي انا غنوضع باقي لي بات اللي عندي هنا. نسيت ما شعلتش الكاميرا ودرت الطريقه اللي كندير ديال القزبر معدنوس، ولكن عاود تحيدت شويه ديال صوص طوماط وغنوريكم كيفاش. كناخذ القزبر معدنوس كيكون خضر ما كنديروش طيب، ومن الاحسن يكون خضر كيكون يعني فيه مميزات وصحي كذلك، وتا الطريقه ديال المذاق ديالو والشكل ديالو كيجي احسن. كناخذو كنخلطو بهذيك صوص طوماط اللي عندي خلطتو وكنوضعو هكا فوق في الوسط ديال الطبسيل باش اللي كيبغي مثلا صوص طوماط كثيره كياخذها، بالنسبه للبقيه ما كيبغوهاش ما كياخذوهاش. وخديت ديك الكميه ديال الفرماج اللي كانت بقات عندي دورتها هكا في الجناب ديال الطبسيل فوق من لي بات، هانتوما كيف كتشوفوا هكا في الجناب. وهذا الباقي هذا انا كنوضعو هكا في الوسط فوق من صوص طوماط. هذيك اللقطه كلها اللي كنت درت فاش خلطت الربيع ودرت الفرماج في الجناب لقيتها ما كايناش، او نسيت انني ما شعلتش كاميرا عفوا. صافي هذه هي لي بات عندنا اللي وجدنا اليوم بالزربه وكذلك كتجي زوينه. وبالنسبه للاطفال اللي ما كياكلوش الخضر هذه طريقه اخرى ثاني ديروها ليهم. وكنتمناكم انكم
هانتوما دابا كيف كتشوفوا هنا الهزه كيفاش كتجي كيجي الفرماج. المهم المعلقه الاولى دائما البنت ديالي، عندي واحد البنيه عزيزه عليها بصراحه لي بات، خاصه بالطريقه هذه، وكذلك الاصدقاء ديالهم اللي كانوا معاهم في الدراسه كتعجبهم ملي كان يديوها معاهم. هذه الطريقه يعني عاديه، ما فيها حتى شي حاجه اللي هي زايده، وكهذا الشيء باش كتجي هي لذيذه. هذه الطريقه اللي كدير عاديه، كنتمنى ان شاء الله تعجبكم، ولا عجبتكم ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاخوان والاصدقاء كذلك، واللي غيزور القناه لاول مره ما ينساش يضغط على زر الاشتراك باش دائما يتوصل بالجديد.